أما مثل هذه القناة ومن يعملون ضد الشيعة، الشيعة حلماء يتحملون عذاب، يتعاملون مع أعدائهم، ولكن النتيجة إذا الله عز وجل ما ضرب صاحب هالقناة، إذا ما أخذ روحه، يخرج بفضيحة بقرون ولها أجراس مجلجلة. ليهمكم ولا تهتموا بمثل هذه القنوات. والحمد لله مدوا أهل البيت في أنحاء العالم. نعم شبهاتهم الفكرية قلوها لنا حتى نجيب عليها.